يكون زول توحيد. حجبات دي يا جماعة من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم إمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وجاء في سنن أبي داود الحديث ثابت كما قرر علامة الشام الألباني من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتول شرك. وجاء في السنن وحسنه الألباني من رواية عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا، وفي رواية من علق شيئا وكل إليه. الله بيوكلك ليه؟ يقول لك من القرآن، ومن القرآن ذاته حرام. ابن مسعود قال حرام، عبد الله بن عكيم قال حرام، عقبة بن عامر قال حرام، حذيفة بن اليمان قال حرام من القرآن، إبراهيم النخعي قال حرام، الأسود قال حرام، عكرمة، كلهم قالوا حرام. وقول إنه بجوز قول مرجوح ما عنده دليل، والنصوص كلها بتثبت حرمة الحجبات والتمائم وإنها شرك بالله تعالى. والقرآن نفسه الله اللي بيحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن لو داير الله يحفظك بيه تقراه، هسيت آية الكرسي حافظة، وخطيت المصحف ولا كتبت آية الكرسي خطيتها في طرابيزة ولا في السرير بتاعك جنب المخدة ونمت، شياطين بتجيك. لكن لو قريت آية الكرسي قريت قراية للصباح لو ما قريت غيره من القرآن، بس آية الكرسي كما في البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه لو قريتها أنت ما بجيك شيطان لما تصبح. وقال عبرة قراء، والحفظ من الله سبحانه وتعالى.